بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في التاسع من أيلول لعام 2014، وبعد قيامها بمراجعاتها التاريخية، تعرضت حركة أحرار الشام الإسلامية لإحدى أكبر الهزات في تاريخ الحركات الثورية في العالم أجمع، إذ قتل جميع قادات الصف الأول فيها في ساعة واحدة. آنذاك ظن الأكثرون أنه لن تقوم لها بعد ذلك اليوم قائمة، وجزم آخرون أنها لو تمكنت من الصمود فلن يزيد ذلك على أسابيع معدودة قبل أن تلفظ الأحرار أنفاسها. لم تكن تلك هي الهزة الأولى التي تعرضت لها الحركة، فقد طعنها قبل ذلك خنجر الغلو الغادر بأيدي خوارج البغدادي، وانتزعوا منها أراضٍ شاسعة، وقتلوا طليعة من خيرة مجاهديها. رغم ذلك كله، تعافت حركة أحرار الشام بعدها، وعادت أقوى مما كانت عليه. وهكذا هي أحرار الشام، لا تزيدها الحوادث والنوائب إلا تماسكاً وتكاتفاً وإصراراً على الوصول لهدفها. وما ذلك إلا لأن الأحرار فكرة ورسالة ومشروع، والرسالة لا تموت بموت رجال ولا بخسارة أرض. لقد قامت حركة أحرار الشام تلبية لثورة شعب طال عليه أمد الاستبداد والفساد. فيا جنود أحرار الشام، إنها ثورة شعبكم، وإنها حرية أهلكم ومستقبل أبنائكم. إنها الرسالة التي من أجلها سالت دماء مئات الآلاف من شعبكم، كان منها 8000 من طليعتكم في إدلب وحماة والرقة وجبال الساحل ودمشق وريفها والغوطة والقلمون وحمص والحسكة ودرعا وحلب ودير الزور. هلموا بنا لنرص الصفوف ونلتف حول مشعل قادتنا الشهداء، ونرسخ منهجهم الذي سلكوه: جهاد معتدل وسياسة راشدة وفكر وسطي، فلا غلو ولا انحراف، ولنري أعداءنا ثباتنا وقوتنا وبأسنا في تحرير الأرض والإنسان. أيها الأحرار، إننا بحاجة إلى أن نعتذر لشعبنا الذي سطر أعظم صفحات الصبر والصمود، لأننا لم نكن كما يستحق. لقد انشغلنا عن همومه بمزايدات فصائلية ونزاعات بينية، وتأخرنا كثيرا في الأخذ بما رخصه الله له، مما فيه تخفيف لآلامه واختصار لدربه، ولم نكن سيفه الذي يرجوه لبتر قرون الغلو الداعشية. لقد قامت القيادة السابقة للحركة باتخاذ خطوات إصلاحية ثورية جريئة، ووجهت بوصلتها باتجاه الشعب. ورغم ما أصاب حركتنا، إلا أننا مستمرون في هذه المسيرة الإصلاحية، ملتحمون مع شعبنا، حاملون لهمومه، ساعون إلى لملمة جراحه والحفاظ على ثورته. إنما تعرضت له أحرار الشام في الأحداث الأخيرة لم يكن لقوة من بغى عليها، بل لوهن أصابها سببه حالة العطالة والشلل داخل أروقتها لفترة طويلة، وغياب رسالة الحركة عند بعض عناصرها، وهذا ما لن نسمح بتكراره مجددا بعون الله. وأولى الخطوات التي شرعنا بها بتوفيق الله إصلاح شامل لمؤسسات الحركة، كما سنركز عملنا على إعادة الثورة إلى أهدافها الأولى. وكنا بدأنا العمل جاهدين على إيجاد حل ينتشل ثورتنا الغالية من مستنقع العزل والاستهداف الذي يريد لها خصومها أن تغرق فيه. يساعدهم على ذلك بعض بني جلدتنا المنتسبون لثورتنا، وكنا مستعدين ولازلنا للعمل مع جميع مكونات الثورة لإنقاذها ضمن مشروع ثوري وطني جامع يشمل الجوانب السياسية والعسكرية والمدنية. ونحن منفتحون على كافة الجهات التي تريد الخير للشعب السوري، لبحث جميع الخيارات بغية إيجاد حل لشعبنا ينهي معاناته ويحفظ له هويته وحقوقه ومكتسباته في كافة أرجاء بلدنا الحبيب سوريا.
ويحول دون تعرض إدلب أو غيرها لخطر التدمير، لأننا نريد أن نحمي جيل الثورة وشبابها الذين هم كنزها الحقيقي المدخر. ونعد شعبنا بنهضة قريبة لحركة أحرار الشام الإسلامية ليجدها تماماً كما عهدها، قوية حاملة لهمومه، مدافعة عنه، متصدية للعصابات الأسدية والميليشيات الطائفية والزمر الداعشية وكل من يريد به سوءاً. ولن نألو جهداً في إبقاء الثورة حية متقدة في النفوس وفي الواقع حتى تصل إلى أهدافها وتحقق غايتها. والله أسأل أن يخلص لنا النية والعمل، وأن يعيننا على مرضاته، ويوفقنا لأن نكون خدماً وجسراً لهذا الشعب السوري الأبي الثائر يعبر عليه نحو طريق النصر والأمان. والحمد لله رب العالمين.